يا صباح الهنا والرزق وكل حاجة حلوة يا رب. ودايما كده بنبدأ بداية جديدة كل يوم، ومع أي قرار برضو بيتم يعني أخذه أو إصداره من قبل برضو النادي الأهلي، أعتقد بتكون بداية موفقة إن شاء الله لما هو قادم، اللي هيحمل بإذن الله برضو نأمل ذلك وواثقين في ده كل الخير على النادي بإذن الله. هنتكلم في كل التفاصيل، بس في البداية صباح الفل على حضراتكم ومنتصف الأسبوع وعشرة الصبح في الأهلي. كيمو صباح العسل. بونجورين عليكي، صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. يوم جديد وبداية حلقة جديدة من عشرة الصبح في الأهلي. بطبيعة الحال وطبقا للمستجدات اللي بتحصل باستمرار، هتلاقوا حلقتنا النهاردة برضو كالعادة مليانة أخبار ومليانة موضوعات أعتقد إن هي تهمنا كلنا كأهلوية. كالعادة هنتكلم في كل ده في الجزء الأول، أما الجزء الثاني فبرضو هيكون عندنا فقرتين حواريتين. الفقرة الأولى هينورنا من خلالها كابتن رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، وهنتكلم معاه في كتير جدا من الامور، ابتداء من النقطه اللي نهاوند كانت لسه بتلمح عليها من شويه او بتلمح ليها من شويه، لان هي فعلا نقطه مهمه جدا وتقريبا هي محور حديث كل وسائل الاعلام من امبارح بالليل لغايه ما احنا قاعدين دلوقتي. لا هو موسيماني كان ترند طبعا امبارح على تويتر نمبر 1 في مصر، فحدث طبعا كبير، قرار تقيل، في ناس مع في ناس ضد، في ناس متخوفة، في ناس عندها بالعكس شعور ان اللي جاي هيكون افضل بكتير. كل ده هنتناقش فيه، بس قبل ما نخش خلينا ننوه برضو عن الفقرة التانية، هتكون معنا دكتور دينا ابو السعود وملف في غاية الاهمية عن تقوية المناعة. نبدأ بقى مع حضراتكم استكمالا للكلام اللي كنا بنقوله انا وكريم، بس قبل ما نخش في التفاصيل ونحكي خلينا نبدأ كلامنا ونقول شكرا يعني مستر بيتسو موسيماني على كل الفترة اللي قضاها معانا، ومش بس كده كانت فترة جميلة بصراحة. خلينا نبقى برضو يعني عندنا صراحة في الكلام ونكون طبعا في نوع من الشفافية والصدق، احنا عشنا معاه فترة جميلة جدا، كان فيها انتصارات كان فيها انتصارات اكيد، لكن برضو على الصعيد التاني ممكن يكون كان فيها اخفاقات، ما هو ده طبيعة الحال او هي دي يعني حال كرة القدم والرياضة في العموم. كسبنا دوري ابطال افريقيا مرة واثنين، منهم مرة كمان كانت غالية جدا في 2020 لحضراتكم طبعا فاكرين، ملابسات البطولة بعد ما فايلر كان وصل للدور نصف النهائي، وبعدين كمل موسيماني المهمة وكسبنا الوداد والزمالك، وبعد كده كسبنا بطولة 2021 على حساب طبعا فريق كان كبير جدا، نتكلم عن الترجي وكايزر تشيفز، فوصلنا بعد كده لنهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الأخيرة اللي يمكن خسرناها أو اللي حصل إحنا خسرناها من الوداد لأسباب كمان مختلفة، لكن كسبنا معاه برضو كاس السوبر الافريقي طبعا. يعني مرتين، الاولى كانت طبعا من نهضه بركان المغربي، والثانيه كانت يعني من الرجاء، وكسبنا برضو بطوله كاس مصر وخسرنا بطوله الدوري. انا بقول لحضراتكم كده بنعمل سامر اب زي ما بيتقال لي كل البطولات اللي فاتت، وكمان بطوله السوبر المصري، وزي ما في انتصارات برضو بنرجع ونقول اكيد في اخفاقات، لكن في النهايه الطبيعه بتاعه النادي الاهلي اكيد هي بتبقى دايما بتدور على الافضل، دايما بتدور على الانتصارات، فان شاء الله هو كمان يكمل طريقه في الفتره اللي جايه وربنا يوفقه في كل خطوه، لان ما اعتقدش ان هو عمل حاجه للنادي الاهلي او لجماهير النادي الاهلي ان هو يبقى ماشي بضغينه او في طبعا. بالعكس الناس كلها حتى امبارح اللي كانت مع او ضد القرار معظمهم يعني كانوا بيقولوا ربنا يوفقه، كانوا منزلين صور وبيقولوا له شكرا، وده اللي احنا نعرفه برضو عن كيان النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. احنا ما عندناش حاجه اسمها شخص انتهت مثلا علاقته بالنادي ان احنا نبدا نذم او ان احنا ننكر الخير او الفضل اللي هو برضو قدمه للنادي، لا موسيماني قدم العديد من الاشياء، موسيماني قدم العديد من الانتصارات، فشكرا موسيماني وجود لك ان شاء الله في خطوتك اللي جايه، ونتمنى كمان كل الحظ لينا والتوفيق في خطواتنا ان شاء الله اللي جايه. اكيد، وزي ما انت بتقولي يا هواند هو فعلا ده المعتاد من النادي الاهلي، احنا دايما وعبر التاريخ مش حاجه جديده، دايما عند اللزوم حتى لو الاقدار او الظروف اجبرتنا ان احنا نعمل كده او ان احنا نوصل لنقطه زي دي، بس في نهايه المطاف لا نملك غير ان احنا نتوجه لبيتسو موسيماني بالشكر الجزيل، وده اللي عودنا عليه النادي الاهلي. شكرا لكل بني ادم خدم هذا الكيان، واكيد زي ما احنا يعني استفدنا من بيتسو موسيماني، نهاوند كانت بتقول لحضراتكم كده جانب من الانتصارات المتعدده اللي حققها بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي في زمن يكاد يكون قياسي من اول يوم حط رجليه فيه في النادي الاهلي، لكن في المقابل برضو ما نقدرش كلنا ننكر ان هو كمان استفاد اكيد من اسمه ومن شعبيه النادي الاهلي الكبيره في كل افريقيا، واللي لعب معاه في كاس العالم مرتين وحقق معاه بدل البرونزيه 2. عموما احنا
هنفتح صفحه جديده عشان بكره. بكره ده بشكل مجازي اللي هو الايام اللي جايه والشهور وطبعا السنين اللي جايه ان شاء الله. عندنا تحديات كتيره جدا وقويه جدا في مسابقه الدوري العام وكمان في مسابقه الكاس. محتاجين ان احنا نرجع البطوله المحببه والمفضله لقلعه الجزيره مره تانية ان شاء الله، وده يحصل باذن الله عن قريب. هيكون لينا اكيد متابعه في المرحلة دي بصفة خاصة، يعني مش بس يوم بيوم، ده احنا احتمال نكون معاكم لحظة بلحظة، وبنقول لكم دايما على المستجدات. بس الأهم تاني لازم نقول لبيتسو موسيماني جزيل الشكر على إنجازاتك مع النادي الأهلي. أنت أكيد من الأسماء اللي مش هتتنسي في تاريخ المدربين اللي تعاونوا مع النادي الأهلي أو المدراء الفنيين اللي تعاونوا مع النادي الأهلي في أي وقت من الأوقات. أكيد كمان لازم كلمة حق تتقال إن التجربة اللي قام بيها مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا برئاسة الكابتن محمود الخطيب في فكرة التعاقد مع مدرب إفريقي نجحت، وأعتقد إن هي إلى حد كبير أتت ثمارها كمان. أنا بتفق معاك، وعايز أقول لك على حاجة في حاجات كده أوقات برضو بتضحك. يعني امبارح طبعا القرار صدر كان وقت الظهر تقريبا بعد البرنامج بحاجه بسيطه يعني، فمن ساعتها لحد النهارده وانا جايه في الطريق لما اي حد يقابلني يعرفني يعني مين اللي جاي؟ مين اللي جاي؟ مين بعد موسيماني؟ فالناس طبعًا. طبعا وده سؤال مشروع، الناس عايزه تعرف اللي جاي ايه وناس عايزه تطمن. بس خليني اقول لحضراتكم انا اجابتي كانت كده، ما حدش عنده معلومه يا جماعه، اصبروا لغايه لما النادي الاهلي يصدر بيان. يعني ما تاخدوش معلومه لا حتى من واحد جوه النادي او في القناه او غيره، استنى البيان الرسمي من النادي الاهلي. ما فيش حاجه اسمها حد عنده حصري. ما عايز اقول لحضراتكم الفتره اللي فاتت لما كان في لسه كلام ان موسيماني مكمل ولا لا، بعض الزملاء طبعا ولهم كافه الاحترام طلع قال لك خد الحصري عندي موسيماني مكمل، واللي يقول لك موسيماني مش مكمل الوضع كان ايه؟ الوضع كان النادي الاهلي في الاخر اصدره. فيعني خلينا ننتظر، مفيش حاجه ولا لسه في معلومه. انا بقول لحضراتكم مفيش لسه اسم مطروح، مفيش معلومه، خلينا ننتظر لغايه لما البيان يصدر من صاحب المصدر وهو النادي الاهلي. على كل حال خلينا نروح لموسيماني، وبرده فكره هنا بقى وداعه للنادي الاهلي. هو ودع النادي ودع الجماهير في بيان كان اعلن فيه ان هو خلاص ان الامر تم بالتراضي، ده شيء اعتقد محترم جدا، واكد كمان احترامه للنادي وكابتن محمود الخطيب والاداره والجماهير. اتكلم كمان يا كريم عن رحلته بقى مع الاهلي اللي بداها بانجازات اعتبرها محطه مهمه طبعا ليه في تاريخه. صحيح. هو قال كده حرفيا، كان الامر المشترك طوال رحلتنا هو تحدي الوضع الراهن ووضع الفريق، ووصلنا الى نهائي افريقيا 3 مرات متتاليه، حققنا كل هذه الانتصارات في 20 شهرا. وأوضح كمان أن أشكر الكابتن الخطيب لوضع ثقته وإيمانه بي وصبره وتعاونه وقيادته وتواضعه أيضا اللي جعلوا عملي يعني أفضل بكتير، وسمح لي أن هو يتم تلبية رغباتي لأكون مدرب لأكبر نادي في القارة، سأكون ممتنا بذلك إلى الأبد. وهو أضاف شكرا لمجلس الإدارة واللاعبين على ثقتكم في قدراتي وتحقيق قدراتي في الحياة، وبدونكم لم يكن أي من هذه الإنجازات ممكنا. نوجه الشكر أيضا طبعا ما انساش الجماهير للنادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي قال 70 مليون من مشجعي الأهلي اللي يعني وقفوا بجانبي طول هذه الرحلة وكانوا مصدر للإلهام ليا بالنسبة يعني كبيرة، ولم يسبق أن هو شعر بهذا الحب والتقدير من أي مكان تاني يعني اشتغل فيه أو عمل فيه. فكلام محترم جدا. صحيح. وكنا منتظرين أكيد كلام زي ده، لأن بالتالي موسيماني يا كريم ما شافش حاجه وحشه من النادي الاهلي. صحيح. يعني صحيح. بالعكس، لا من الاداره ولا من اللعيبه ولا من الجماهير. الجماهير كانت لاخر لحظه، حتى لما كان وقت مستوى الفريق مش اللي احنا نعرفه. يعني ما كانش ده مستوى اللعيبه والفريق اللي احنا نعرفه، خصوصا بعد الرجوع من يعني رجوع المنتخب، بعد رجوع المنتخب مع كيراش. فما كانش لسه مستوى اللعيبه عندنا زي ما هو، بس ما حدش كان بيتكلم او بينتقد الانتقاد اللاذع. كان ممكن بس حد يطلع يقول طب ليه كذا، وده برضو مشروع، لكن ما فيش حد انتقد موسيماني لدرجه ان هو يهدمه مثلا او نقد هدام ياثر عليه او نفسيا او غيره. بالعكس كانت الجماهير بتسنده لاخر لحظه لغايه لما القرار صدر زي ما حضراتكم عارفين بالتراضي. فشيء محترم، وتاني هنرجع نقول جود لك ان شاء الله ليه، وجود لك اكيد لينا احنا كمان. طبعا كل واحد لازم هيدور على طريق يواصل من خلاله النجاح الشخصي وبناء المجد، زي ما هو يعني اكيد متوقع من اي مدير فني زي بيتسو موسيماني قاعد اشتغل لفتره من الفترات مع نادي هو الاهم على الاطلاق في القاره حسب تصريحه هو شخصيا. الحقيقه بيتسو موسيماني من الشخصيات حتى بعيدا بقى عن كونه مدير فني، هو عنده كاريزما شديده الخصوصيه من اول ما جه النادي الاهلي، وتحسه كده ان في محبه متبادله وكانه موجود من زمان مع النادي الاهلي. بيتسو موسيماني حقق في زمن قياسي
كم من البطولات اللي تحقيقها ما كانش بالساهل بطبيعه الحال، واللي لو قارناه باي نادي تاني ممكن يبقى على مستوى القاره كلها، مش بس بتكلم على مستوى مصر، هتلاقي ان صعب جدا ان النادي يحقق هذا الكم من البطولات والنجاحات في زمن يكاد يكون قياسي. على كل الاحوال 20 شهر يعني تحديدا، لو هتتكلم بلغه صحيح. فبكل الاحوال طبعا بنتمنى له كل التوفيق، واكيد بنتمنى لفريقنا كل التوفيق. وبمناسبه برضو الكلام عن هذا الملف، عايزين نقول لكم ان كلف النادي الاهلي كابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق الاول لكره القدم بالقيام بمهمه المدير الفني بشكل مؤقت طبعا بعد رحيل بيتسو موسيماني، ويكون تشكيل الجهاز الحالي على النحو التالي: كابتن سيد عبد الحفيظ مدير جهاز الكره، كابتن سامي قمصان قائم باعمال المدير الفني، محمد شرف مدرب، ميشيل يانكن مدرب الحراس، محمد النجار مدرب احمال، عمر رشدي محلل اداء، وهيقوم الكابتن سامي قمصان بالاستعانه باحد العناصر من المدربين للانضمام للجهاز بعد طبعا التشاور والعرض على شركة الكرة ولجنة التخطيط. بنتمنى طبعا للكل التوفيق إن شاء الله فيما هو قادم بإذن الله. كابتن سامي من الشخصيات المحترمة صحيح. والشطرة جدا والذكية جدا، جود لك إن شاء الله. مهمة برضو صعبة الكابتن سامي، نتمنى ليه كل التوفيق إن شاء الله في الخطوات اللي جاية. خلينا بقى نروح مع حضراتكم وملف آخر، ونروح للمنتخب وودية المنتخب الوطني طبعا بقيادة كابتن إيهاب جلال. طبعا تاني هنقول هي مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية، هتكون تحديدا بتوقيت القاهرة الساعة 1:00 ظهرا. ده طبعا ضمن استعدادات المنتخب الكوري كمان لنهائيات كأس العالم في قطر 2022. طيب امبارح كان الوضع ازاي؟ امبارح كان في مران ختامي اللي بدأ كمان بكلمة لكابتن إيهاب جلال مع اللاعبين، وبعد كده تدريبات بدنية كانت موجودة وتقسيمة، واختتم المران مع التسديد بقى على المرمى. يعني بالتوفيق يا رب إن شاء الله. هيكون لينا أكيد كلام كتير النهاردة ضمن يعني الحلقة عن المنتخب بإذن الله، لأن هو خلاص يعني إحنا بعد البرنامج بساعة تقريبا هيكون الماتش. فبرضو الواحد حتى لو في الأول في الآخر دي ودية، إحنا عايزين يا كريم المنتخب يبقى بيفرحنا، عايزين المنتخب إن هو برضو ما يعني هتبقى وحشة نفسيا. شوف مش مهم هي ودية وكل حاجة، السكور مش هيفرق، لكن هتفرق نفسيا جدا مع الناس، وهتفرق نفسيا جدا مع كابتن إيهاب، وهتفرق نفسيا جدا مع اللعيبة. ف يعني هنشوف، وخصوصا ان كل ده بيحصل في وسط حاله من اللغط، حالة صعبة والكلام جداً. الكتير والاسئله والاستفسارات والتشكيك في حتى في جدوى المباراه من حيث المبدا. يعني الفتره اللي فاتت هنا في كذا حد برضو اتكلم كلام ماشي في سكه، طب وايه لازمه ماتش كوريا؟ طب هم هيلعبوا فريق زي غانا في كاس العالم، فهم اكيد مهتمين ان هم يلعبوا فريق افريقي كبير، لكن احنا في المقابل احنا ايه حجم الاستفاده؟ يعني بقينا نشكك في كل الامور، وده افقد الحكايه كتير من متعتها حتى. لا انا معاك، بس ده كلام يعني اصل بص، في كلام بيترد عليه، ما هو ايه، في كلام ما بيتردش عليه بصراحه، في كلام ملوش معنى، فده كانك ما سمعتوش. يعني ده كلام من الكلام اللي ملوش معنى الصراحه. الكل حل برضو مهمه صعبه، لان انت عندك امبارح انا وكريم قلنا لحضراتكم 9 غيابات، وتسع غيابات من لعيبه تقيله جدا، نتكلم عن مرموش، محمد صلاح، تريزيجيه، فتوح، يعني ناس كتيره وناس تقيله. فبرضو تاني هرجع اقول والواحد بيقولها من قلبه، ربنا يوفقك، جود لك يعني ان شاء الله كابتن ايهاب جلال. مهمه صعبه جدا، وتاني هقول شخصيه محترمه، وانا حزينه على برضو الاحداث اللي هي او اتحط فيها، معلش برضو فكره مش هنتكلم في تفاصيل كتير، بس انا كمدير فني لمنتخب يتم حديث حول اقالتي مش اقالتي، انا ما عجبنيش المشهد، ما عجبنيش ابدا، ومش دي الاحداث او السيكونسز او المشهد اللي المفروض يمشي عليه اصلا حاجه ليها علاقه بمنتخب مصر، اي قرار بيصدر فما كانش افضل شيء. فتاني ان شاء الله ربنا يوفق المنتخب بقياده كابتن ايهاب جلال، ولما يرجع نبقى نشوف القصه بقى هيحصل فيها ايه بالظبط، لان حتى هذه اللحظه الواحد مش فاهم هو كابتن ايهاب مكمل ولا كابتن ايهاب خلاص كده، ما يعني فعلا الواحد مش فاهم. يعني حتى نفسي نطلع على حضراتكم نقول معلومه، ما فيش معلومه، يعني ما فيش معلومه فعلا، الواحد مش فاهم كابتن ايهاب لما يرجع من كوريا هيحصل ايه، ما هيبان. كل اللي بيحصل ده وكل اللي احنا بنتكلم فيه ده حاجه تزعل جدا، لان الطرف الرئيسي فيه المنتخب المصري، المنتخب اللي المفروض يكون في حاله من الاستقرار، المنتخب اللي المفروض يورينا اداء ونتائج مرضيه جدا تتماشى تماما مع توقعاتنا كمحبين لمنتخب بلدنا. اكيد كابتن ايهاب جلال طبعا على المستوى الشخصي والانساني مش محتاجين نتكلم عن مدى احترام هذا الانسان، ده مفروغ منه، طلعوها بره الحسبه، بس ساعات بيبقى فيه قدريا كده سوء حظ في اختيار
توقيت معين لاصدار امر ما او لتعديل امر ما. هي الحكايه انتوا بتقولي المشهد مش حلو، المشهد مش حلو وهندلته ما كانتش حلوه، فمن كله الحقيقه نتمنى الاستقرار بما يعود بكل ما هو طيب وايجابي على منتخبنا الفتره الجايه ان شاء الله. تعالوا بقى نروح لموضوع مختلف، هروح للجنه المراه في النادي الاهلي، وهي من اللجان النشيطه جدا الحقيقه. نظمت لجنه المراه في النادي الاهلي بالتعاون مع اللجنه العليا للجان وطبعا تحت اشراف الاداره التنفيذيه، نظموا ندوه عن التغذيه الصحيه للمراه في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. تعالوا نتعرف على التفاصيل. النهارده ان شاء الله عنوان ندوتنا تغذيه سليمه بتساوي حياه افضل. هتيجي منين الحياه الافضل؟ هتيجي من صحه سليمه، العقل السليم في الجسم السليم. فاحنا عشان يكون عندنا جسم سليم واهتمام من اداره النادي ومن اللجان وفقا لسياسه النادي الاهلي، اهم حاجه عندنا عضو النادي الاهلي ان هو يتمتع بوجوده جوه النادي بكل الفوائد اللي ممكن ان شاء الله يعني يكون مميز فيها ويكسبها باذن الله دايما. وجوده في النادي دايما لازم يرجع مستفيد، اتمتع بكل الخدمات. عندنا هدف من اهداف لجنه المراه ان احنا نهتم جدا بصحه العضو. بدانا انشطه اللجنه الأسبوع اللي فات، عملنا حملة الكشف المبكر وابتدينا بقى ان احنا يعني نهتم اكتر بصحة المرأة. فكرنا في الندوة لان فيها خدمات كتيرة مقدمة للعضوات النادي زي عمل الامبادي وقياس نسبة السكر والاكسجين، واعتقد دي حاجات كلها مهمة للعضوات يعني، والاعضاء كمان متاحة النهاردة ليهم. حبينا ان احنا نهتم بصحتنا اكتر، نعرف ايه الحاجات الصحيه الكويسه اللي احنا العادات الصحيه ان احنا نتبعها كويس يعني. وكمان بعد كده هنعمل بقى حاجات ترفيهيه وثقافيه وحاجات كتيره يعني مفيده للعضوات بشكل عام يعني. بنحاول نقدم كل ما هو مفيد لطبعا اعضاء النادي الاهلي. النهارده هنعمل ثلاث تحاليل اهم من بعض الثلاثه، اذا كان تحليل الانبادي او تحليل المعادن والفيتامين من غير سحب عينه الدم، او تحليل السكر والاكسجين. فالثلاثه تحت رعايه طبعا لجنه المراه، لازم كل انسان يخلي باله منهم يعني، يخلي باله من المؤشرات بتاعه الفيتامينز والمعادن وكتله الجسم والكتله العضليه والسكر والاكسجين عشان نعرف احنا ماشيين في التراك الصح ولا لا. انا قست اول حاجه اللي هي الوزن والطول وكثافه الدهون في الجسم، وطبعا خدت ريبورت حلو جدا هيفيدني بعد كده ان انا امشي بنظام سليم. دي اول حاجه. تاني حاجه، انا كنت عامله نظام دايت ورجعت يعني لخبطت شويه، فده هيفيدني ان انا ارجع الطريق الصح تاني. يعني انا وزني مثلا ممكن يكون اول مره اعرف مثلا زدت بنسبه معينه، نتيجه برضو ان الانسان مش منتبه قوي ان هو وصل لليمت معين. فطبعا في استفاده ان شاء الله كلنا نستفيد، وبعدين طبعا دي خدمه جميله جدا جدا ومجانيه وتحاليل مفيده، يعني الواحد يعرف ايه اللي النقص اللي عنده في الفيتامينات في الدهون قد ايه زايده، ميه قد ايه، فمفيده ان شاء الله باذن الله. وطبعا مجهود الحمد لله يعني يشكروا عليه، يعني حاجه كويسه من النادي ان عمل حاجه زي كده. انا وقفت في الطابور على الميزان وحسبوا لي الوزن والتداول والطول وكل حاجه ان هي موجوده عندي تمام. وبعدين بعد كده اتنقلت برضو طابور تاني، والناس يعني ما قصروش معايا يعني صراحه، راحوا مدخليني على طول ان هي موجوده وقاسوا لي الفيتامينات اللي موجوده، وكان في نقص شويه في الفيتامينات اللي موجوده، وقست السكر لقيته كويس الحمد لله. المبادره جيده جدا وممتازه وفوق الممتازه، يعني هي في يعني هي في صحه الاسره باكملها اكيد. في النادي الاهلي، النادي الاهلي كعضو او كجزء لا يتجزا من الدوله المصريه، مهتم بالانسان وبالطابع وبالطبيعه الحياتيه ككل. ارى كل شيء جميل واشياء في نقائص اكيد في الحياه ككلها، لكن المبادره جميله وجميله جدا ومفيده، ويكفي انها تجمع الناس من كل
من كل مصر، وكل عام وانتم بخير، كل عام ومصر بخير. حلوة أو يعني الفكرة أو النوع ده من الندوات بتبقى حلوة، لأن هي مش مجرد أنت بتروح تعمل ندوة وتقعد تتكلم، لا فيها استفادة أو فيها إفادة، فكرة الحديث عن التغذية وفي نفس الوقت عاملين اللي هو قياس الإن بادي اللي هو بيطلع لك كل حاجة في جسمك، نسبة الدهون وغيره وغيره، والمية والماسلز والحاجات اللي زي كده، دي كويسة جدا علشان تقدر تعرف بعد كده أنت واصل لأي ستيج، وعلى أي هذا الأساس بتشوف بقى النظام الغذائي الأمثل ليك وقياسات السكر وغيره زي ما حضراتكم سمعت. حلوة دي. طبعا جدا. يعني دي حاجات انا بقى بحب الحاجات اللي هي بتطلع منها بفايده فعلا. أيوة. الندوات اللي مش بس كلها كلام يعني. بالنسبه بقى لبقيه الاخبار والموضوعات اللي اكيد تهم حضراتكم، فده اللي ان شاء الله هنبتدي الكلام فيه بمجرد العوده من هذا الفاصل، خليكم معنا. يا اهلا بيكم مره ثانيه، عوده من جديد لحلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. طيب تعالى نروح يا كريم بقى دلوقتي للاخبار، وعبر سكايب مع الاستاذ ايمن جلبرتو ناقد الرياضي وقراءه، وهنناقش كمان اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع، والنهارده معانا كذا خبر مهم ومنشطات اكيد يعني لا تخلو من الحديث اكيد عن موسيماني. بالامس زي ما كنت بقول لحضراتكم ده كان الترند نمبر 1 ترند في مصر، كان موسيماني، فحديث اكيد عليه كلام كتير ومنشطات كتير كتبته كل جريده ومنشط بيختلف عن غيره حسب بقى وجهة النظر والتحليلات المختلفة، لكن ده الملف أعتقد الأبرز اللي هنتناقش فيه مع أستاذ أيمن جلبرتو. برضو قصة المنتخب والمباراة اليوم وكواليس ذلك أعتقد من الأخبار المهمة جدا طبعا. برضو يا كريم طبعا. يعني في كذا نقطة محتاجين أن احنا نفهمها شوية، وأستاذ أيمن من الناس أو الصحفيين اللي بيسرد في شرحه، ومن الناس كمان عايز أقول لك يا كريم بحب جدا تحليلاتها لأن بيبقى جدا. فيها بالظبط موضوعية وما بيجاملش، بيجيب لك من الآخر، فيعني اعتقد يعني هنستفيد. انا حاسه ان احنا هنطلع ممكن كمان هنعرف حصريات زي ما لان ايمن الحقيقه من الناس زي ما انت بتقولي كده دايما عنده وجهه نظر يعني ايه محايده مبدئيا، فالحياديه دي في حد ذاتها بتخليه خالي من اي اهواء، فبيقول رايه اللي هو شايفه فعلا واللي هو مقتنع بيه بغض النظر عن انعكاسات هذا الكلام، وغالبا ما بيكون رايه بيمثل راي شريحه كبيره جدا من الناس، وده اللي المفروض تكون عليه الامور. بالمناسبه قبل برضو من يعني ناخد التليفون مع الاستاذ ايمن، دي من النقاط المهمه جدا واللي غيابها لفترات مش قصيره ومش قليله نتج عنها عك ملحوظ في الحاله والمنظومه الرياضيه كلها في مصر. العلاقه اصبحت يعني مش كما ينبغي أن تكون ما بين حتى الجماهير وما بين الفرق اللي هم بينتموا ليها، ناهيكم بقى عن الجماهير والفرق اللي هم أيوة. بيتنافسوا معاها. طول عمرنا من قديم الأزل لو هنتكلم مثلا على الأهلي والزمالك كقطبي الكرة المصرية من قديم الأزل، ما طول عمرها المناوشات اللطيفة موجودة، وتلاقي من زمان كان الناس يقعدوا يتفرجوا على الماتشات في القهاوي أهلاوية مع زملكاوية يقفوا على بعض بس في إطار من المحبة المتبادلة، منافسة بس محبة متبادلة. الروح دي أنا شخصيا شايف إن هي بقت غايبة إلى حد كبير. ده احنا وصلنا للمنتخب ذات نفسه يا حضرات، بقى تشجيعنا لمنتخب بلدنا مبني بالكامل على لو انا كزملكاوي في كام لعيب زملكاوي في القوام الرئيسي للمنتخب، او العكس لو انا اهلاوي في كام لعيب اهلاوي في المنتخب، بقت دي من ضمن مقاييس اقدامي على تشجيع منتخب بلدي. مش قوي يا كريم مؤخرا، لا في فتره من الفترات دي اتعرفت كتير، بس مش دلوقتي. يعني عايز اقول لك والله في وقت ماتشات المنتخب اللي فاتت يعني لا كنا قاعدين وفي كافيهات وفي اماكن عامه بتلاقي الناس كلها بتشجع، ما فيش بقى قصه اهلاوي وزملكاوي ولاعب اهلاوي طلع وزمل، لا يعني او حتى ينتمي يعني لنادي تاني مش بس اهلي وزمالك، لا والله كان في روح حلوه، ودي كانت مشاهد اتكلمنا عنها انا وانت اصلا يعني عكسنا ده بشكل كبير. ففي وفي دايما في اي زمان ومكان هتلاقي فيه وفي، بس مش برضو لو انت بتتكلم عن فتره ماضيه فلا دلوقتي ما اعتقدش ان يبتهالي في زياده وعي بمعنى اصح. يعني خليني اقول بس انا عايز اخد من قصه الجماهير من كلامك واروح لفكره هنا الجماهير المصريه، انا هتكلم عن الجماهير المصريه ما فيما يختص بالمنتخب، لان الواحد صعب عليه نفسه يعني نيجي نتكلم او ننتقد او نقول ليه ده بيحصل. في الاول وفي الاخر يعني انت حتى هقول لك على حاجه وجايبني منتهى الصراحه، ماتشات المنتخب بيبقى فيها جماهير زي الماتشات بتاعت النوادي مثلا او الفرق المختلفه؟ لا،
فهي الروح راحت. يعني قصة ان انا كمشجع مصري زمان كنا بنشوف ماتش المنتخب مصر بيتلعب ما فيش مكان اصلا في الاستاد، لكن دلوقتي بقيت بتروح. لا يعني برضه في مستجدات نتج عنها غير كورونا، غير كورونا وغيره، حتى العدد المسموح بيه ما بقاش الناس تروح، فتحس فيه كده زي ما بتقال احباط شويه من قبل الجماهير المصريه للمنتخب. فدي حاجه تحزنك في الاول وفي الاخر، انت عايز الروح ترجع مره تانية، والروح مش هترجع غير لما على الارض الاداء يختلف يا كريم. وعشان الاداء يختلف لازم الاداره، ويبقى فيه فكر، ويبقى فيه قرارات، ويبقى فيه مساندات، ويبقى فيه دعم، ويبقى فيه حاجات كتيره هي جدا. هي حاجه بتسلم لحاجه، هي سيركل كامله، وده في الاول بينصب فيه يعني الكره المصريه. على ذكر الوعي بالمناسبه، المفروض ان في اخر كام سنه نتيجه ان بقى عندنا العشرات ان ما كانش المئات ويمكن الالاف من المواقع الرياضيه المختلفه، وكل موقع بيدلو بدلو في كل فعاليه وفي كل مباراه، هل حاسه او لمسه ان بقى عندك منافس كتيره جدا جدا الحقيقه تقدري تاخدي من خلالها معلومات او تتكلمي او تسمعي ناس بتتكلم في الكوره، هل ده انعكس بالايجاب على العلاقه اللي المفروض تكون طيبه ما بين الجماهير وما بين الفرق المختلفه اللي هي بتشجعها او حتى المنتخب، ولا نتج عنها لغط كتير؟ انت توصل السوشيال ميديا، السوشيال ميديا تحديدا. ما هو خلي بالك لازم انا ابقى ذكي، يعني انا كفريق او كشخصيه عامه او غيره لازم ابقى عارف هو مين اللي بيتكلم، لان مش كل حاجه على السوشيال ميديا بتبقى جايه من ناس اصلا مثلا بتشجعك او ناس في السايد بتاعك، بيبقى في لجان، بيبقى في ناس بتنتمي ليه، يعني جهات اخرى، بتبقى في ناس بتنتمي لنوادي اخرى، وات ايفر بقى يعني. فبيبقى من مصلحتها ان هي تعمل هذا النوع الهدام من الكومنتس وغيره والحاله على السوشيال ميديا، فانت مش لازم اصلا تنتمي او تركز. شفتي انت قلتي ايه في وسط الكلام؟ قلتي ايه؟ لجان، يعني بقى وصلنا الزمن بقى في لجان الكترونيه من صناعه من بدايه السوشيال ميديا، وده موجود على فكره. فيعني طب ده شيء مؤسف جدا. ما هو ده بقى، ما هو كل حاجه ليها زي ما بتقال الميزه والعيب. من عيوب السوشيال ميديا ده، بس طبعا السوشيال ميديا برضو ليها مميزات اخرى. فعلى كل حال هو استاذ ايمن معانا ولا لسه يا جماعه؟ يا مسيو ايمن بونجور، صباح الخير. صباح الخير عليكم كريم ونهواند، وشكرا على المقدمه طبعا، ومبسوط ان انا معاكم. ويعني انا الحمد لله الفتره اللي فاتت ضيف مع على قناه الاهلي دايما، فدي حاجه كويسه. هو ده بيتك بقى مش ضيف يعني، خلاص بقى ده بيتك. النهارده زي ما كنت بتكلم يا ايمن، معانا منشطات يعني مختلفه، وطبعا الحديث الابرز لازم هنبدا بيه وهو قصه موسيماني. ويعني انت بتشوف برضو القرار ازاي او تاثير ده فيما هو قادم على الاهلي ازاي؟ خليني معلش ابدا معاك بهذه النقطه، اتفضل. اكيد طبعا لازم يبقى في تخوف لدى بعض الجماهير، لان توقيت رحيل المدير الفني الى حد ما صعب. بنتكلم قبل عدد من المباريات المتتاليه، طبعا من ضمنهم مباراة القمة أمام نادي الزمالك، من ضمنهم مباراة بيراميدز في كأس مصر القديم. فبالتأكيد الأمور دي يعني لازم تبقى فيها تخوف، ولكن في النهاية احنا اتعودنا في النادي الأهلي لما بيبقى فيه قرار كان القرار الجمهور بيبقى كل همه ان هو ازاي يدعم فريقه بالشكل الامثل. بيتسو موسيماني حاليا اصبح جزء من تاريخ النادي الاهلي، جزء من الماضي. هو المدير الفني السابق، بنشكره على الفتره اللي تواجد فيها في النادي الاهلي والنجاحات اللي حققها. ولو في اخفاقات احنا اتكلمنا فيها، والانتقادات بتبقى امر طبيعي جدا، واي مدرب هيبقى ليه نجاحات وليه اخفاقات. طبعا الفتره الاخيره ممكن يكون كان في بعض السلبيات اللي كانت ظاهره، وكان واضح ان يعني الى حد ما ان الامور ممكن ما تكملش بالشكل الامثل، او ما يبقاش في استمرار لنهايه التعاقد. ولكن طبعا التوقيت نفسه يعني نقدر نقول يعني الى حد ما صعب، بس برضو الفتره الحاليه ده اخر فتره توقف دولي موجوده لحد نهايه الدوري. بالظبط. فنقول لعله خير. شكرا بيتسو موسيماني. النادي الاهلي زي ما قلنا قبل كده ما بيقفش على حد، مدربين، لاعبين، اداريين، رؤساء انديه، ناس رحلت، والنادي الاهلي هو اللي مستمر. فهو ده المبدا بتاعنا، بنشكر اي فرد اشتغل في النادي الاهلي. صحيح. بالشكل الامثل ودى للنادي الاهلي، وفي نفس الوقت احنا مكملين في طريقنا ومسيرتنا، لان ان شاء الله عندنا بطولات لازم نركز فيها، وده دور الجمهور الفتره الجايه ان هو يدعم فريقه بشكل قوي جدا.
كويس جدا. خليني بقى اروح معاك سريعا برضو لابرز المنشطات ونبدا معاك من اليوم السابع يا ايمن. العنوان بيتكلم عن الكفه متساويه، تاريخ مواجهات كوريا الجنوبيه ضد مصر. يعني لو اتكلمنا بلغه الارقام كان 17 لقاء بين الطرفين، يعني كان في 5 انتصارات ليهم هما الاثنين، انتهت ب7 مباريات بالتعادل، وخسرت مصر 3 عن اخر 5 مباريات في جميع المسابقات ضد كوريا، ده بلغه الارقام. ولكن برضو حتى لو اتكلمنا ان هي مباراه وديه، ما زال برضو الموضوع ممكن يكون الناس مش عايزه تروح تخسر، حتى وديه مش هتفرق معايا، بس انا مش عايز المنتخب بتاعي يخسر. في غيابات، في ظروف صعبه، نفسيا كمدير فني ولعيبه عندهم مشاكل. اه طبعا، خصوصا بعد اللي حصل والقصص اللي احنا سمعناها الفتره اللي فاتت. فبتشوف المشهد ان شاء الله النهارده ازاي؟ لا، المباراة خدت طابع طبعا خاص جدا بعد التصريحات الأخيرة لرئيس اتحاد الكرة عن مصير المدير الفني، والتلميح ان بيبقى فيه دراسة لسيفيهات مدربين أجانب، بعد كده يطلع نفي ان لا، ما كانش يقصد ان هو يقيل المدير الفني، لا ده يعني في لغط طبعا. وكابتن إيهاب جلال في وضع لا يحصد عليه، يعني تقريبا الفترة الأخيرة ما شفناش مدير فني تعرض لهذا الوضع اللي هو يعني هنقول عليه وضع مؤسف بكل تأكيد. ولكن فمن هنا هتيجي أهمية المباراة، مش مجرد ان يبقى مباراة ودية، لا ده مباراة كابتن إيهاب جلال هيحاول ان هو يعني يقول من خلالها رسالة، اللعيبة كمان ممكن تقول من خلالها رسالة للكابتن إيهاب جلال، ان بعضهم طبعا من ضمنهم مجدي قفشة وتريزيجيه نشروا على طول صور دعم للمدير الفني. كوريا طبعا كده كده هم بيستعدوا لكأس العالم، وعندهم افراحهم واحتفالاتهم واحتفال بصوت، وكان عندهم بيلعبوا البرازيل، حتى لما خسروا الموضوع مش يعني مش كارثي بالنسبه لهم، الناس بتستعد لكاس العالم وبيلعبوا مدارس مختلفه عشان خاطر يعني يستعدوا بشكل ما لكاس العالم. لكن الامور عندنا احنا اللي عندنا مشكله حاليا، المنتخب اداؤه غير جيد طبعا في المباراتين الاخيرتين، وده امر طبيعي. كمان في اخفاقين المنتخب طلع منهم في 2022، والناس طبعا مش قادره لسه، ما تقدرش تنساهم دلوقتي، وعشان تنساهم لازم ينسون بانجاز او بحاجه استثنائيه. فأكيد المباراه النهارده لا، لازم المنتخب يظهر بشكل جيد، ما فيش ضغوط، يعني هو ما نقدرش نقول في ضغوط على المنتخب لان هي في الاخر مباراه وديه، ولكن لازم يبقى في شكل جيد. هتفرق نفسيا حتى مع اللعيبه والجماهير، يعني خلينا نبقى برضو بنقولها بهذا الشكل. صحيح، ومع إيهاب جلال. وكمان الماتشات الوديه دي احنا اتلدغنا قبل كده فكره التصنيف، فلازم يبقى في تعامل جيد مع المباريات الوديه، خصوصا ان هي في اجنده دوليه، وزي ما قلنا الاجنده الدوليه الجايه لسه هتبقى في سبتمبر اعتقد، هيبقى فيها مباراتين ملاوي، فيعني لازم نستغل المباريات دي بشكل جيد. وكوريا منتخب مميز جدا، ويعني منتخب في كاس العالم، ف والناس كلها هتتكلم عنه، وطبعا صلاح مش موجود فمش هنتكلم عن صلاح وسون، ف يعني نتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخب مصر. انا عندي سؤال ليك، ولو عندك اجابه انا عارفه هتقولها لي، لو عندك يعني هو كابتن إيهاب جلال يعني بعد ما يرجع من كوريا الجنوبيه ان شاء الله وهذا الماتش الودي، عندك معلومه المصير هيبقى ايه يا ايمن؟ الصراحه ما عنديش المعلومه الاكيده، ولكن هو في لغط، هم قالوا ان يوم الخميس اللي جاي في اجتماع باين اللي هو لما المنتخب يرجع وهيبتدي يتناقشوا في مصير كابتن إيهاب جلال. بس انا اعتقد بعد الراي العام، يعني الراي العام هقول ايه، اتغير رغم ان كان في هجوم بعد مباراه اثيوبيا، ولكن بسبب تصريحات الكابتن جمال علام الامور اتعكست، فاعتقد ان ممكن التصريحات دي تكون في صالح استمرار او بقاء الكابتن إيهاب جلال، لان الناس تعاطفت اصلا مع الكابتن إيهاب جلال. ما ينفعش التعامل معاه يبقى بالطريقه دي، حتى لو في نيه للاقاله ما ينفعش التعامل معاه اعلاميا يبقى بالشكل ده، لان للامانه وانا اسف طبعا في اللفظ اللي اقوله، هو فيها اهانه شويه لمنصب المدير الفني لمنتخب مصر. صحيح، فاعتقد ان نسبه كبيره الكفه تميل ان هو هيكمل يعني. تمام. طيب برضو من ضمن الحاجات استاذ ايمن، بعد صباح الفل عليك، ما جاتليش بس فرصه اصبح عليك، صباح الفل ومنورنا كالعاده. من ضمن يعني المنشطات اللي جت على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا من خلال موقع روسيا اليوم اونلاين، ليه علاقه بمونديال قطر 2022، طبعا المونديال اللي كان الود ودنا نبقى طرف فيه، لكن يلا كل شيء نصيب يا استاذ ايمن. المهم المانشيت بيقول ايه، منتخبات اسيا تسجل رقم قياسي في مونديال قطر 2022، طبعا من منطلق ان في حوالي 6 منتخبات اسيويه هتشارك في كاس العالم، فمن ضمنها طبعا السعوديه واليابان وكوريا الجنوبيه وايران وقطر.
اللي هو طبعا البلد المستضيف، بالاضافه الى المنتخب الاسترالي اللي انضم اخيرا وكان اخر الواصلين. فنقدر نقول ان بالنسبه لقاره اسيا دي نسخه استثنائيه من كاس العالم، ووجود هذا الكم من الفرق الاسيويه معناها ان في احتماليه ولو مش كبيره قوي ان ممكن يوصلوا للنهائيات او تصل للنهائيات احدى فرق اسيا. طبعا يا كريم، وصبح عليك تاني ويا رب تكون بخير. اكيد هي نسخه استثنائيه لقاره اسيا، فكره ان المونديال حاليا رجع لهم تاني بعد كوريا واليابان، دلوقتي في قطر. كمان المفروض يبقى استثنائي للعرب اللي موجودين من اسيا، بعيدا طبعا عن عرب شمال افريقيا، لان السعوديه تقدر النهارده جماهير كتيره تقدر تتواجد هناك. فاعتقد ده فرصه جيده لمنتخبات اسيا زي ما انت بتقول كده. يمكن على ما اتذكر منتخب كوريا هو اللي كان وصل في 2002 يعني الدور قبل النهائي او حاجه زي كده يعني. فممكن ليه لا الكاس العالم بتاع قطر نلاقي منتخب اسيوي موجود في دور الثمانيه، ممكن حتى نلاقي منتخب عربي زي قطر زي تونس. صحيح. زي يعني المغرب يقدروا ان هم يبقوا موجودين في النهائيات. فلا هي نسخه استثنائيه زي ما انت قلت، هي نسخه استثنائيه في كل حاجه. احنا كانت تنقص وجود منتخب مصر طبعا. منتخب الاسترالي للامانه يعني انا مش حاسس ان كان هو اللي ممكن يبقى احق شويه او يعني ما قدمش حاجه استثنائيه في الملحق، وحتى فوزه على منتخب الامارات كان بصعوبه، وامبارح لما كسب بيرو برضه ركلات الترجيح وجمهور بيرو كان عامل ملحمه في المباراه يعني. فخلينا نشوف المنتخبات، نتمنى طبعا التوفيق يبقى اكبر للمنتخبات العربيه سواء في اسيا او في افريقيا. ولكن هو مونديال يعني انت قلت كلمه مهمه جدا، هو مونديال استثنائي سواء لاسيا او مونديال استثنائي في كل حاجه. ونفتكر ان ده اخر مونديال بشكله الحالي 32 فريق، بعد كده ان شاء الله المونديال من 2026 هيبقى هيصه، وكل اللي نفسه يصعد كاس عالم ان شاء الله هيصعد. طيب بص، احنا كان معانا يعني بعض الاخبار العالميه، لكن انا وكريم اعتقد يعني هنكتفي معاك بالاخبار اللي احنا ذكرناها دلوقتي يا ايمن، وهروح معاك بس كده اخيرا لسؤال هيجمع يعني مجمع شويه. توقعاتك ان شاء الله لما هو قادم لمنتخب مصر، وفكره هنا ما ينقصنا يعني من وجهه نظرك وخبرتك برضو اكيد، ما ينقص المنتخب انه حتى يعود مره ثانيه لما كان عليه؟ يعني خليني اقول لك، احنا دلوقتي للاسف بنقول احنا عايزين نرجع زي ما كنا، مش عايزين نتقدم، دي حاجه مفروغ منها. الحاجه الثانيه لو تسمح لي برضو سريعا، قصه هنا الكره المصريه وهذا الحال اللي وصلنا ليه ده، من وجهه نظرك راجع ايه اصل المشكله؟ يعني ده تساؤل يمكن على السوشيال ميديا مطروح، ولحد دلوقتي ما حدش لاقي له اجابه منطقيه شويه. من وجهه نظرك ازاي ممكن نصلح الحال مره ثانيه او يتم اصلاح حال الكره المصريه؟ اتفضل يا ايمن. هي الاداره، مشكله الكره المصريه في الاداره زي ما احنا بنشوف اهو. يعني اداره اتحاد الكره فيها مشاكل قد كده، النادي الاهلي نفسه بعد المؤتمر الصحفي الاخير شفنا مشاكل تتعلق بخطابات مش موجوده، لا خطابات موجوده، لا خطابات اتبعتت ما اتبعتتش. صحيح. بيطلع في الاعلام في خطابات، يعني هي مشكله اداريه. قطاعات الناشئين عندنا فيها مشاكل. يمكن في السنين الاخيره الكره المصريه على مستوى الناشئين والشباب مش موجودين. احنا فين حتى لما صعدنا الاولمبياد مؤخرا الشكل ما كانش الشكل الامثل، رغم ان احنا تاهلنا الى حد ما للدور الثمانيه. فهي مشكله الكره المصريه اداره، كيفيه الاداره، مين اللي بيدير الكره المصريه؟ هل بيديروها بسيستم؟ هل احنا حاطين خطه طويله الامد زي ما بنقول، وخطط تانية قصيره لما نروح نلعب في كاس افريقيا؟ دي خطط قصيره الامد، ان احنا ناس متمرسه في افريقيا وناس مصنفه. طب ازاي نبني اجيال وازاي نبني منتخب ان احنا بعد كده لما نلعب يبقى لينا شكل ولينا الهويه بتاعتنا ولينا النتائج؟ النهارده بنشوف انجلترا قعدت سنين طويله بعيده، مثلا اللي هي بنقول مهد كره القدم، قعدت سنين طويله فيها مشاكل فيما يتعلق بالمنتخبات، حطوا بلان معينه وعملوا خطط ومن غير ما ياثروا على الدوري الانجليزي ولا يقللوا المحترفين ولا يزودوا اللعيبه اللي من الدوله، لحد ما في الاخر شفنا المنتخب الانجليزي ما بين افضل اربع منتخبات في العالم في المونديال، وبعد كده في اليورو بيتاهل للنهائي. شفنا منتخب بلجيكا ازاي بقى ضمن منتخبات المصنفات الأولى عالميا في خلال آخر 10 15 سنة بسبب البلان اللي حطوها.
النهارده المنتخب الالماني لما خد كاس العالم في 2006 على ما اتذكر او 2010، يعني مش فاكر للامانه التاريخ، بس كان عمل خطه اللي هي مع معلوف كانت خطه طويله الامد ان ازاي المنتخب الالماني يبقى على صعيد كل المنتخبات وكل الاعمار السنيه منتخب جيد وبياخد كل البطولات. فهنا هي دي الخطه، احنا هل احنا متسيدين افريقيا على منتخب الشباب او الناشئين او اي حاجه؟ احنا مش موجودين للاسف، فدي مشكله اداريه. فانا كل اللي نتمناه ان احنا يعني المنتخب الاول عندنا فيه مجموعه جيده جدا من اللاعبين، لكن هم ينقصهم بس يعني ان يبقى فيه روح معينه ما بينهم، يبقى فيه اداره فنيه معينه ما بينهم، عشان نقدر ان احنا في الاخر احنا وصيف افريقيا. فوصيف افريقيا ده معناه ان احنا برضو موجودين على الساحه. صح. في كاس العالم خرجنا من اخر خطوه، ولكن انا هقول كلمه اخيره، نشوف محمد صلاح واحمد سيد زيزو اثنين من افضل مسددي ركلات الجزاء سواء في مصر او حتى رقميا يعني في العالم. النهارده لما يهدروا ركلتين الجزاء بالطريقه دي في التصفيات الاخيره لكاس العالم، فدي رساله من عند ربنا بتقول لنا ان انتوا ان منتخب مصر او الكره المصريه لا تستحق ان هي تتواجد مثلا في كاس العالم، او حتى عدم الصعود هيبقى بسيناريو قاتل بالنسبه للكره المصريه. فدي علامه يعني، في علامه ايه اكبر من كده ممكن تخلينا نشتغل ونقول لا ان احنا اكيد في حاجه غلط لازم نصلحها. فدايما بنقول الكره زي ما فيها فنيات فيها معنويات، يعني نسال الله ان يجي لنا ناس تقدر تدير الكره المصريه بشكل جيد. يعني ايمن انا ما غلطتش لما قلت قبل ما تكون معانا ونستضيفك ان احنا معانا ايمن جلبرتو، وهو هيدينا الاجابات بمنتهى الشفافيه والمنطقيه في نفس الوقت. كلام مهم جدا كمان اللي انت ختمت بيه ده، انا بشكرك جدا على وجودك معانا عبر طبعا سكايب. والكلام اللي هو قاله يا كريم لو انت فاكر احنا بدانا بيه حلقتنا برضو شق منه امبارح لما اتكلمنا عن فكره هنا لما اجي عايز اتكلم في تصليح او اصلاح الكره المصريه، ده راجع لايه؟ راجع لحاجات كتيره جدا، منها وانا ركزت على ده امبارح قلت قطاع الناشئين في كل الرياضات وكل النوادي وليس ناد بعينه. فدي نقطه مهمه لان انت من اساس قطاع الناشئين بتشوف انت مستقبلك عامل ازاي. نقط او نقاط في غايه الاهميه نتمنى يتم العمل عليها من قبل المسؤولين والمعنيين، لان احنا ممكن اخرنا ندعي، ممكن اخرنا نتمنى، ممكن اخرنا نقول او نكتب تويتات او غيره، او نطلع في المنابر الاعلاميه المختلفه نتكلم، لكن مش احنا اصحاب القرار. اصحاب القرار هم اللي ليهم ان هم يغيروا على الارض. فنتمنى ده يحصل فعلا، لان حال الكره المصريه متدني ومحزن جدا، ولا يليق يعني اسم بلدنا، ولا يليق بتاريخ بلدنا كمان في كرة القدم تحديدا. احنا عملنا انجازات كبيرة جدا، يعني برضو من حقنا ان احنا نتطور فيها، مش ان احنا محلك سر او نرجع. كل الخير ان شاء الله في الخطوات اللي جاية، لازم برضو يبقى عندنا امل، لان من غير امل الدنيا هتبوظ. في جزء كده من كلام استاذ ايمن جلبرتو اللي طبعا بنحييه وبنشكره على وجوده معانا في حلقتنا النهارده، جزء كده وهو بيتكلم فيه، انا كاتم جوايا ضحك كالبكاء. الحته اللي كان بيتكلم فيها وبيفترض وجود ان المنظومه الكرويه يعني في مصر فيها خطط لا وطويله الامد ومتوسطه الاجل وشورت تيرم وكلام من ده. انا بقى عمال ايه بسمع الكلام ده وعمال اقلب في دماغي، يعني لو الكلام ده حاصل كنا وصلنا للحظه اعفاء المدير الفني لمنتخب مصر من منصبه او من مهامه وهو على متن الطياره متوجه الى كوريا عشان عنده مباراه وديه زي اللي احنا بنتكلم عليها. هو احنا لو كان عندنا خطط ايا كان، اختاري لك واحده منهم طويله متوسطه قصيره، لو كان عندنا خطط اصلا كنا وصلنا للحال اللي احنا وصلنا له واللي احنا عمالين نعدد من خلاله بقالنا فتره طويله؟ لو كان عندنا من فكر ممنهج للدرجه دي وشغل يعني على اصعده عده وكلها شغاله بالتوازي، تعتقدي ان كان هيبقى حالنا زي ما احنا دلوقتي؟ فكرتني لما كنا بيقول لك السفاره في العماره والاقاله في الطياره، يعني الله العظيم دي هتبقى نكته بعد كده. على كل حال الفقره الاولى كده كريم خلاص هنروح فاصل عشان نرجع بعد كده بعد الفاصل ونستقبل ضيوفنا، خليكم معانا. عندك تحديات كتير؟ عندنا تحديات كتير جدا سواء مع الاهلي او منتخبات مصر، عندنا ملف كمان للمدرب الجديد للاهلي، عندنا الله اعلم هيبقى جديد ولا لا برضو مع المنتخب، يعني هنتكلم في كل مش فاهمين حاجه يعني عشان ما نخبيش على حضراتكم انتوا مش اغراب. بس احنا مش فاهمين حاجه. نرحب اكيد اللي منورنا كابتن رمضان السيد نجم الاهلي السابق، وبجد والله انا وكريم مبسوطين ان حضرتك معانا النهارده. صباح الخير يا نهوان. صباح الخير يا كريم. صباح الفل يا فندم. ازي حضرتك؟
كمان مبسوط جدا ان انا معاك. نور الدنيا كلها. ربنا يخليك يا كريم. شفت حضرتك في التأديبة؟ احنا مش لاقيين حتى حاجة كتير. من كتر ما الصورة غامضة ومش مش انا أول ما دخلت دلوقتي بيقول لي نهاد خطة طويلة المدى إيه؟ ده بقى خطة بقى لها 48 ساعة. طب حضرتك شايف الوضع إزاي بقى؟ طب أنا هتكلم الأول على النادي الأهلي. اتفضل. نبدأ في النادي الأهلي. تمام. موسيماني. طبعا يمكن البيان اللي طالع من مجلس اداره النادي او من لجنه الكوره او شركه الكوره ولجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب، الاجتماع اللي حصل من حوالي اسبوع تقريبا كان فيه شويه ملحوظات واتقالت للراجل، يعني من ضمنهم حته الراحات السلبيه الكتيره الحقيقه، وخصوصا في الموسم ده يمكن دي ما كانتش موجوده في الموسم اللي فات الحقيقه. والحاجة التانية كلموه في حتة المباراة الودية للعيبة اللي ما بتلعبش، صحيح، لأن دي حاجة مهمة جدا مهمة جدا جدا. أنا النهاردة في لعيبة مثلا بتقعد 3-4 شهور اللي فاتوا دولت ما بياخدوش فتنس المباراة الرسمية أو المباراة الودية، ودي أهم حاجة. لو أنت مرنتني 10 ساعات في اليوم وأنا ما بلعبش 90 دقيقة مباراة ودية أو مباراة رسمية، دي بتفرق. عشان كده يعني عفوا يا كابتن رمضان، لسه قايله الكريم فاكر لما بيقول بعض الناس بتقول لك واحنا ايه لازمه المباراه الوديه دي؟ قلت له بص، في كلام ما بيتردش عليه، يعني في كلام والله ما تقدم يعني ما ولا تلتفت ليه اصلا، لان بيبقى ملوش معنى يعني. ده بالعكس، يعني يمكن دي يعني متثبته في النادي الاهلي بقى لها فتره كبيره جدا طبعاً جدا. يعني اللعيبه بتلعب مثلا جمعه في الفرقه الاساسيه، بيبقى معمول حساب مباراه وديه يوم السبت، وبعد كده الاثنين بياخدوا حمل المباراه 90 دقيقه بتوع المباراه. بس لو ترد بقى على حضرتك رد من عينه، طب هما هيلعبوا مباراه وديه امتى اذا كان الفريق القوام الرئيسي لفريق النادي الاهلي ما بين المنتخب وما بين البطولات المختلفه اللي النادي الاهلي طرف رئيسي فيها؟ ده احنا مش ملاحقين على الماتشات الرسميه، هيبقى عندنا مساحه وقت للود. ده هو انت يا كريم لازم تجهز اللعيبه اللي ما بتلعبش. لازم هقول لك حاجه، انتوا ليه لما بنيجي ندي حسام حسن او بنيجي ندي اي لعيب من البدلاء اللي بره ما بيبقاش في مستواه؟ وده الطبيعي. انا النهارده بقالي 4 شهور ما باخدش فيتنس مباراه، ده الطبيعي ان يبقى مستواي كده. لكن لو انا باخد 90 دقيقه بتاعت مباراه تاني يوم المباراه الرسميه، خلاص انا بفت. لما اجي العب بعديها بثلاث اربع ايام لو انت احتجتني، لا هتلاقيني في ال 90 دقيقه، وهتلاقيني في فورمتي اللي انت تعاقدت معايا عليها. يعني حسام حسن ده مفروض هداف الدوري موسمين في سموحه، لعيبه كتير. انا باخد مثال لكن في لعيبه كتير، لازم دي حاجه مهمه. وهو يمكن لما وجهوا له الحته دي الملحوظات ديت الحقيقه، اعتقد ان يمكن هو اخدها على نفسه يعني. لكن هي بالعكس، الناس الاجتماع بتاع امبارح في بدايه الاجتماع شركه الكوره رئاسه ياسين منصور الحقيقه، ولجنه الكوره كانت موجوده، الكابتن مصطفى صالح وزكريا ناصف، حسام غالي كان موجود في شركه الكوره مع الكابتن محمود الخطيب. في بدايه الاجتماع الناس كلها بالاجماع بيجددوا الثقه، يعني حتى مش تجديد ثقه، لا استمراره، يعني كلهم ارائهم كانت استمراره لتوفير طبعا الاستقرار والحاجات دي كلها. لكن هو اللي رفض. يمكن دي في ناس كتير على فكره ما تعرفش النقطه دي، هي اتقالت مؤخرا بس يعني بعد حتى اعلان رحيله عن النادي. يعني هو اتقال امبارح، وزي ما بقول لك يعني يمكن انتوا بتتكلموا في البدايه، انا هوند الحقيقه بتتكلموا في حته ان في ناس مع وفي ناس ضد، لكن انا النهارده لما ببقى عارف المعلومه ديت اعتقد دي تفرق، لان تفرق بشكل كبير جدا. الناس لا، ده بالعكس احنا الاستقرار. بس هي اتقالت او تم الاعلان عنها مقترنه بالمبرر، يعني اللي اتقال الضغوطات الكبيره قوي اللي هو كان متعرض لها من الاداره في النادي الاهلي ومن الجماهير، ويمكن الجماهير كانت بتشكل ضغط اكبر، ده اللي اتقال. ما هو في حاجه كريم، انت فاكر ان انت مدير فني للنادي الاهلي مش هتتعرض لضغوط؟ هو في نادي كبير في الدنيا مفيش نادي ما بيتعرضش المدير الفني بتاعه لضغوطات او انتقادات كمان. ده بقول لك حاجه، ده جوارديولا اللي هو المفروض افضل مدير فني في العالم لما خسر دوري الابطال تهاجم، ده مش بس انتقد، ده يعني ده كان ليفل اعلى، في هجوم جامد جدا يعني. بس ده ما منعش ان الناس ترد الرد ده، يعني برضه في البعض من الناس ده فكرها. لا، ما انا بقول لك الناس لازم تعرف ايه اللي حصل بالظبط. يعني بالعكس
اداره الكابتن محمود الخطيب وشركه الكوره ولجنه التخطيط كلهم كانوا مع الاستقرار وان احنا لا مكملين والامور تمام. هو الراجل بقى اللي اعتذر، يعني هو زي ما بقول لك هو اخذ على نفسه اولا مش مستحمل الضغوط مثلا الجمهور بعض الجماهير مثلا لما تيجي تتكلم مثلا في مستوى، لان احنا برضك لازم عشان بنكون بنتكلم بصراحه احنا من بدايه اولا احنا عملنا بدايه قويه جدا في المسابقه في الدوري قويه جدا، يعني افضل بدايه انت عامل 7 مباريات نتائج ايجابيه، فوز بكمان بسكور باداء بمتعه لجمهور النادي الاهلي، 7 مباريات الاولين في المسابقه. انت جيت بعد كده الحته اللي هي اللي احنا بنتكلم، انا بتكلم في نقطه الراحات السلبيه من 4 شهور من فتره كبيره جدا، وفي المباراه الوديه اللي اللعيب البديل ما بياخدهاش. جيت بعد كده لا البدن بتاعك نزل لانك انت في 12 يوم راحه سلبيه، في 8 ايام، في 4 ايام. احنا هنرجع للنقطه دي الفنيه لان مهمه جدا نتكلم عليها باستفاضه كمان، بس يعني برضو في النقطه حضرتك بتقولها يعني السبب كان من ناحيه مين؟ ربما النادي الاهلي، انا بفترض ربما النادي الاهلي كان ليه برضو نظريه ان هو مش التايمنج الصح ان انا دلوقتي اغير او احدث تغيير في الجهاز الفني عندي، ربما كانت هتبقى حاجه لاحقة، ربما موسيماني شعر بهذا الموضوع فيعني أخذ القرار الله أعلم، يعني التفاصيل الصغيرة دي ما حدش عارفها، بس كل اللي احنا نقدر نأكد عليه أن هذه أو هذا السيناريو تم بالتراضي بس بالزبط. فدي نقطة برضو لازم وأعتقد وصلك أكيد للجماهير. هنروح فاصل وهنرجع حديثنا أكيد لسه مستمر بحضرتك. اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل كلامنا طبعا مع كابتن رمضان اللي منورنا في حلقتنا النهارده، وكنا وقفنا في الجزء الاخير من الحوار معاه عند اللي حاصل عموما في فيما يتعلق بالنادي الاهلي وكابتن بيتسو موسيماني، وعرفنا منه انه في توجه عام كان موجود عند صناع القرار والاشخاص المعنيين في النادي الاهلي ماشي في سكه الاستقرار والاستمرار، ولكن هو اللي كان ليه يعني رؤيه ثانيه لايا كانت الاعتبارات. واعتقد ان احنا لازم برضو طالما بنتكلم على الاعتبارات لازم برضو ناخد في الاعتبار وجود عرض مقدم لكابتن بيتسو موسيماني في توقيت معين ممكن يبقى برضه طبعا ساعد في اتخاذ قرار ما. طبعا اكيد ده، ودي بنسبه 100% الحقيقه ده موجود بنسبه 100% بدليل ان هو يعني الناس بيجددوا الثقه والناس بيقولوا ان احنا لا عاوزين استقرار ونستمر وكده، هو اللي اعتذر فهو في عنده عرض، وعرض يمكن في خلال الفتره اللي فاتت دي ال 13 يوم قالوا 12 ماشي. انا المعلومه دي مش عندي يعني لو هي حضرتك هتقولها دي على مسؤوليتك. لا على مسؤوليتي. انا ما عنديش المعلومه ان هو اللي اعتذر، انا اللي اعرفه الموضوع ما تمش كده بالظبط. ده بيان النادي الاهلي، ما هو قال بيان بالتراضي والتراضي كان من قبل الجانبين مش ان هو رفض يعني. لا البيان بيقول ان شركه الكوره ولجنه التخطيط كان عندها نيه الاستمراريه بس ربما لفتره ما، ما هو برضو يعني مش هتعلن او تفتح اوراقك. انا بتكلم على امبارح الاجتماع بتاع امبارح ده اللي حصل فيه يعني، واعتقد واضحه يعني النادي الاهلي البيان بتاعه واضح طيب يعني. في بقى ناس بتتساءل اللي جاي مفروض مع الاهلي من وجهه نظرك عشان نقفل بقى الملف ده ونروح للمنتخب، مدرب محلي ولا مدرب اجنبي؟ مدرب منين؟ حتى لو اجنبي هنجيب حد قديم هنجيب حد جديد؟ على فكره لحد هذه اللحظه مفيش معلومه برضو عشان الكلام يبقى واضح للناس كتير بتسالنا احنا شخصيا مفيش معلومه، فبس انا بسال حضرتك كابتن رمضان توقعاتك ما هو الافضل السيناريو الافضل؟ طيب اولا يعني قبل بس ما انهي كلامي على الموسيماني الحقيقه انا عن نفسي انا لازم اتقدم له بالشكر طبعا طبعاً. على الفتره اللي فاتت حقيقة. الحقيقه لان هو حقق في خلال فتره يمكن قليله جدا بطولات الحقيقه للنادي الاهلي، وفي نفس الوقت زي ما بنقول حتى الانفصال حصل بالشياكه. دي حقيقه الشياكه حاجه جميله يعني، هو طلع وكتب وشكر في البيان وهو ده النادي الاهلي يعني امبارح، لا ده الراجل بيتكرم رغم ان هو اللي بيعتذر فدي بس كنت ملحوظه كنا لازم برضك نقولها يعني طبعا. بالنسبه للفتره اللي جايه هو طبعا سامي غصان الحقيقه هو اللي بيكمل ال3 مباريات اللي جايين، لكن اعتقد ان في الفتره اللي جايه في نيه طبعا ان يبقى في مدير فني اجنبي جاي يعني النادي الاهلي. طبعا دي معلومه ولا دي برضو من جوه انا يا كابتن رمضان
كابتن رمضان النهارده عمال يرمي. انت عندك معلومه ان لا انا ما عنديش معلومه ولسه ما فيش معلومه. يعني بص انا هقول لك حاجه، مهما حصل من نتائج ايجابيه طيب. في الثلاث مباريات اللي جايين هيجي لك مدير فني. طب السؤال خلينا. برضه يا كابتن رمضان ليه دايما بنميل او بيبقى فيه توجه عام عند اللزوم لما القدر يحطنا في وضع زي اللي احنا محطوطين فيه على الصعيدين، على صعيد النادي الاهلي وعلى صعيد المنتخب، ليه دايما اول حاجه بتتبادر للاذهان، اقصد اذهان صناع القرار، هي الاستعانه بمدير فني اجنبي؟ هل دي نتيجه لعدم وجود كفاءات مصريه تتناسب او تتماشى مع طموحات سواء الفريق او الفريق يعني الفرق المختلفه او المنتخب؟ بص انا هقول لك حاجه، النادي الاهلي ونادي الزمالك بيفضلوا من فتره كبيره جدا المدير الفني الاجنبي، يعني من ايام حتى الكاب صالح الله يرحمه، يعني ده حتى كان اتخذ قرار كمدارس كروية مختلفة، يعني كمدارس كروية مختلفة. وهو حتى بيشيل ايه، بيشيل ضغوط من على المدرب المصري كمان، لان برضك المدرب المصري لما بيجي الحقيقة بيبقى يعني الضغوط عليه بتبقى كبيرة جدا جدا. في مدربين ما بتتحملش، يعني زي ما مثلا ما في المنتخب كده مثلا حسام البدري ما هو مسك منتخب الضغوط عليه كانت رهيبه، مع ان هو ما خسرش، هو لعب كل مباريات وما خسرش. فهي دي يعني السبب الرئيسي ان الادارات الحقيقه اذا كان النادي الاهلي او نادي الزمالك بيتجهوا للمدير الفني الاجنبي عشان دي بس. طب نروح بقى للمنتخب. ايه رايك؟ ماشي. الماتش الودي النهارده بكره، ان النهارده الثلاثاء ده كمان ساعه تقريبا دلوقتي يعني كمان شويه. الله. يعني الواحد بقى من الجماهير، انا هقول لحضرتك لسان الجماهير، بقينا نقول يعني اولا الرغبه او المتابعه لمنتخب مصر ما بقاش فيها نفس الحماس خالص، لو هتتفق معايا. حاجه ثانيه، بقينا نخش اي مباراه حتى لو وديه نقول لك طب يا رب ما نتغلبش بسكور كبير. دي في حد ذاتها مؤشر صادم للكره المصريه في المستقبل او في الوقت الحالي تحديدا، وغير مبشر خالص بالنسبه لقاعده الناشئين وغيره اللي احنا عمالين نقول دي الاساس اللي بعد كده المنتخبات او المنتخب مصر. يعني طبعا احنا بنمر بمرحله الحقيقه انا في رايي خطيره جدا جدا جدا، لان احنا ما اسسناش زي ما كنا بتبداوا كلامكم الحقيقه مع جيربيرتو لما قلنا خطه قصيره المدى وخطه طويله المدى. احنا الخطه بتاعتنا كانت 48 ساعه ولا 3 ايام بس. ممكن اقول حاجه وحضرتك تكمل؟ انا مش هلوم اداره حاليه، يعني ما حدش يجي يقول لي مثلا يعني هحمل المسؤوليه لاتحاد الكره الحالي، لا انا اسفه المشكله ما بقالهاش على فكره، لا سوري المشكله فترة. طويله فبس فترة. عشان نبقى فار في كلامنا وما نتهمش حد بعينه. لا احنا يعني بقالنا فتره. اقول لك حاجه، احنا من 2010 لما خدنا 2006 و2008 و2010 ووقفنا بقى، خلاص وقفنا يعني تخيلي ده 12 سنه يعني زمن يعني. طب وده اسمه كلام؟ طبعا يعني طبعاً. ينفع كده واحنا بالعكس بنتكلم على الكره المصريه وآسيا افريقيا؟ كنت تبني على 6 و8 و10 بنا يعني، وانت في ثقه وانت بتشتغل بقلب وتعمل خطه طويله المدى ولا في اي مشكله خالص، لانك انت الجيل اللي عمل 6 و8 و10 كان طبعا خلاص ابتدى في السن طبعا كبروا وابتدى كنت لازم تعمل تغيير بقى. ده ما اتعملش، ده احنا عمالين نلصم. طب في وسط الظلام الدامس اللي احنا فيه ده، هل برضو نقدر نقول ان ممكن يكون في بارقه امل فيما يتعلق بانصلاح حال المنتخب بشكل عام؟ يعني ابدا من القطاعات الناشئين. أيوة. يعني ابدا البيز لازم صح. لازم هقول لك حاجه، احنا لما خدنا البرونزيه في كاس عالم ولما خدنا كاس افريقيا مع الكابتن حمزه الشحاته للشباب، الفتره دي كان معمول المنافسه في قطاعات الناشئين منافسه قويه جدا ولعيبه. يعني تخيل انت كنت بتقول مثلا منتخب الشباب في مثلا فلان وفلان وعمرو زكي وعماد متعب ومش عارف مين ومين ومين، يعني عارف نجوم في منتخب شباب. يعني تخيل المنافسه عاملين منتخبات محافظات الحقيقه مناطق، والمنافسه كانت قوية جدا، بتطلع بتنتج ايه؟ بتفرز ايه؟ كان اللواء حرب الحقيقة كان ماسك رئيس اتحاد الكورة، كانت بتفرز ايه منتخبات المناطق دي؟ بتفرز لعيبة على مستوى طبعا. عالي جدا واحتكاك طبعا. قوي جدا، وبتجهزوا ان هم لما يروحوا بطولة يبقوا قد الاحتكاك اللي رايحينه في البطولة دي.
طيب كابتن رمضان، احنا يعني الحلقه دي هتبقى على مرتين، فمعلش انت بتصحى الصبح بس عايزينك معانا تاني لو حتى بكره لان الكلام لسه ما خلصش وللاسف هم ما عرفش بيبلغونا احنا ما لحقناش نقعد بس يعني ما لحقناش نقعد بصراحه. لو ظروفك تسمح والله بكره او يوم الاحد اتمنى ان حضرتك تكون معانا، لان فعلا انا نفسي عندي كان لسه اسئله كتيره جدا. ما ينفعش تيجي معانا ضيف سريع كده خالص. لا لا ما فيش مشكله، يوم الاحد ان شاء الله. طب يا ريت خلاص نسق مع فريق الاعداد كابتن رمضان معانا ان شاء الله يوم الاحد ونعلق بقى على الماتشات اللي هتكون خلال اليومين الجايين ان شاء الله. شكرا ليك كابتن رمضان والله. شكرا يا ترى ساعتها هنعلق على ماتش النهارده ونقول ايه يا عالم يا عالم. نورتنا يا كابتن رمضان، شكرا على وجودك معانا. شكرا. احنا هنطلع فاصل سريع جدا يا حضرات ونرجع عشان انت هترجع عشان او ارجع عشان استقبل الدكتوره دينا ابو سعود وهنتكلم مع بعض عن موضوع مهم جدا كالعاده، تقويه المناعه. خليكم معانا. اهلا بكم مره ثانيه في ثاني واخر يعني فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. والحقيقه الموضوع هنتكلم فيه موضوع في منتهى الاهميه. للاسف الشديد كتير جدا 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 مننا في الفتره الاخيره بيتعاملوا في الحياه من منطلق ان خلاص ما فيش كورونا، وده كلام مش مظبوط لان الموضوع ما زال قائم ولسه لغايه النهارده كل يوم والتاني بنسمع ان في حد من المعارف او الاصدقاء أصيب بمستجدات ومتحورات كورونا. فالحقيقة مسألة المناعة بترجع تاني يعني أهميتها بتبرز وخصوصا في الوقت ده. عايزين نتكلم عن المناعة، عايزين نتكلم عن الأمور اللي بتبين للواحد فينا أنه عنده مشكلة في المناعة. طيب لو لا سمح الله في حال وجود مشكلة، طيب نتصرف إزاي في هذا الأمر؟ ده اللي هنعرفه من دكتورة دينا أبو السعود اللي منورانا في حلقة النهاردة. صباح الفل عليك. صباح الخير. أخبارك إيه؟ كله كريم. تمام؟ كله حلو. يا رب دايما. الكورونا في ناس اعتبرت ان هي خلصت، فشويه الوعي اللي كان عندنا الفتره اللي فاتت خلاص بقينا نتخلى عنه شويه بشويه، شويه المحاذير والاجراءات الاحترازيه بقينا ما نهتمش بيها بما فيها كمان المالتي فيتامينز والمكملات وكل شيء من شأنه ان هو يعزز المناعه. فالى الى اي درجه الكلام ده مش مظبوط؟ لا طبعا مش مظبوط ان انا اعزز مناعتي، مش بس عشان كورونا. احنا دلوقتي سمعنا عن الفطر الاسود والناس اللي بيسيبوا من الفطر الاسود الناس اللي مناعتهم قليله. استجد علينا دلوقتي جدري القرود اللي بتسيبهم المناعه القليله. هو القصه مش بس كورونا، احنا عندنا فيروسز وعندنا فطريات قاتله. لازم طول الوقت اعرف اعزز مناعتي ضد اي حاجه، ضد فيروس، ضد بكتيريال انفكشن، ضد فنجس، فطريات، ضد حتى خلايا سرطانية. لو أنا مناعتي قوية نقدر بشكل ما نحارب أي جسم غريب داخل الجسم. طيب إزاي نقدر نقوي مناعتنا؟ وبقول إن المناعة ده أهم جهاز من أهم الأجهزة طبعا اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، عشان ده الحيطة السد بقى. أي حاجة دخلت عليا الأنتي بوديز بتاعتي الخلايا المناعية يبتدي يهاجمها. طيب إيه المشاكل اللي بتؤدي إلى نقص في المناعة؟ زي ما أنت قلت يا كريم، إن عدم إن إحنا ما نعملش الحاجات الاحترازية. الحاجات الاحترازية إن إحنا لازم طبعا ننزل بكمامة، لازم لما نرجع من بره نغسل إيدينا، ده مهم جدا غسيل الايد من بره، لان بيقول لك النمونيا كان في علاقه بين ان انا برجع من بره ومش غاسله ايدي بالالتهاب الرئوي اللي هو النمونيا وعدم النظافه. لازم ان انا اشرب ميه كويس قوي عشان ما اعرضش جسمي الجفاف، لازم امشي العب رياضه لان ده بيعزز لي جهاز المناعه. ولازم عدم الافراط، برجع اقول بلاش افراط في الانتيبيوتكس ولا افراط في المسكنات، وعدم التيك بتاع الكورتيزونز او ادويه مثبته المناعه غير تحت اشراف طبيب. تمام. الادويه اللي فيها كورتيزونات ما بناخدهاش كده مع نفسنا، لان بيبقى ليها دوز، ولما بتيجي تبطلها ليها دوز، ما ينفعش كده نتداولها كده مننا لنفسنا. طب المناعه اكتر حاجه تدعمها ايه؟ اكتر حاجه تدعمها الاكل الصحي، النوم كويس، النوم بالليل، والفيتامينات والمعادن. من اهم الفيتامينز والمعادن ممكن اتكلم على الب مالتي فيت اللي هو مالتي فيتامين اللي موجود دلوقتي في الصيدليات. لان ليه بقول الب مالتي فيت؟ لانه الاقوى دلوقتي لاحتوائه على اثنين مهمين جدا للمناعه. رقم واحد الزنك، معدن مهم جدا للمناعه، والزنك مهم لحاجات كتير لكل العمليات الحيويه في الجسم.
المناعه ليه مهمه؟ لان الخلايا المناعيه بتتجدد وكرات الدم البيضاء بتتجدد والانتي بوديز بتتجدد، فاي حاجه بتتجدد في الزنك في الجسم محتاجه زنك. ومع الزنك لازم يبقى قصاده نحاس، والب مالتي فيت مزيج بين الزنك والكوبر. تاني فيتامين عندي مهم جدا جدا للمناعه هو فيتامين سي. عشان كده يمكن وزاره الصحه وقت التفشي الفيروس على طول كانوا بيحطوا ان على 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 اللوحه بتاعتهم، يعني لازم ناخد مع سواء الانتي بايوتكس اللي بتتاخد او الانتي فايرال اللي بتتاخد ان احنا ندعم مناعتنا بزنك وفيتامين سي. دول اقوى اثنين كتدعيم مناعه، والاثنين موجودين داخل الب مالتي فيت المرخص من هيئه سلامه الغذاء، وده يطمن كل الساده المشاهدين ستات ورجاله، لان احنا بنتكلم هنا مع على الستات والرجاله مش بس الرجاله، يعني ستات كمان لازم تدعم مناعتها. واقدر اطمنهم كمان انه موجود ان الب مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت موجود في كل صيدليات او سلسله صيدليات كبيره موجوده في كل محافظات مصر. يا اما ناخده من الصيدليه يا اما ناخده عن طريق الارقام فقط اللي ظاهره على الشاشه، بنوصل لحد باب البيت، وعندنا صفحه على السوشيال ميديا الفيسبوك، عندنا صفحه برضو. وكمان بقول للساده الصيادله اللي بيسالوا طب نجيب منين الب مالتي فيت، عشان بتلاقي عملاء كتير بيخشوا الصيدليه اللي جنب بيتهم وبيسالوا على الب مالتي فيت، ممكن نكون مش لسه وفرناه في الصيدليه اللي جنب البيت. فبقول للدكتور الصيدلي او الدكتوره الصيدليه احنا موجودين في الشركه المتحده للصيادله، دي شركه توزيع من اكبر شركات التوزيع في مصر اللي بتوزع للصيدليات سواء مكملات غذائيه كريمات مصرحه من وزاره الصحه او ادويه. جميل. طيب هل في ارشادات معينه او محاذير معينه لازم الواحد ياخد باله منها وهو بيتعامل مع المكملات حتى بشكل عام؟ المكملات الغذائيه طبعا هرد عليك يا كريم، بس على الشاشه هنا ده شكل العلبه اللي هو الب مالتي فيت، وجنبها الشركه المتحده للصيادله. ده لبيع للصيادله فقط، الجمهور بياخد من الصيدليه او بياخد عن طريق الرقم اللي ظاهر على الشاشه. المحاذير للمكملات الغذائيه، لا افراط في المكملات الغذائيه، بمعنى اي لما انا اقول بناخد قرص واحد من الب مالتي فيت ما ناخدش 3 و4 اقراص. المكملات الغذائيه اللي داخلها فيتامينات قابله للذوبان في الدهون ما نكترش منها عشان دي بتتخزن في الخلايا. الب مالتي فيت الفيتامينات بتاعته قابله للذوبان في الماء، فالاكسيد بتاعه او الزياده ما بيتخزنش، بينزل عن طريق البول. والحلو في الب مالتي فيت ليه بقول ملوش محاذير ما دام اخدته قرص واحد بس في اليوم؟ لان الكونسنتريشنز والتركيزات اليوميه اللي الجسم محتاجها الب مالتي فيت اقل سنه، فحتى انا مش هحمل على الكلى عندي. فده رائع. ويمكن كمان الكالسيوم، يمكن شفنا شكل العظم وان دخله كالسيوم، الب مالتي فيت دخله كالسيوم بنسبه 70 ملي جرام. الكالسيوم مهم جدا طبعا، هي ده شكل العظم وان العظم بيحب الكالسيوم، بيحب الكالسيوم وفيتامين د، ويمكن فيتامين سي كمان لان فيتامين سي بيعزز لي على انتاج الكولاجين. بقول ان الب مالتي فيت دخله كالسيوم بنسبه 70 ملي جرام، الجسم محتاج، البالغين منا محتاجين 1000 ملي جرام، والسيده الحامل محتاجه 1200. الحلو في الكالسيوم انا بقول ان الب مالتي فيت بيتاخد لايف تايم او ديلي روتين. يقول لي طب يا دكتوره دينا نوقفه بعد كام شهر؟ انا ليه بقول مش محتاجين نوقفه؟ الكالسيوم عندي بنسبه بسيطه جدا، ما اخافش من ترسيب الكالسيوم لان ترسيب الكالسيوم حاجه مش حلوه خالص. طب ترسيب بقيه العناصر اخباره ايه؟ العناصر اللي موجوده في كل العناصر كبسولة. اللي موجوده من في الب مالتي فيت، الفيتامينات لا ترسب ولا تخزن لان هي بتدوب في الميه. فبتنزل عن طريق البول. لو اكسيد الكالسيوم مش هيحصل له ترسيب لان الكالسيوم عندي 70 بس. فبالعكس انا محتاجه اكمل كمان بالالبان، بالمكسرات، بالبيض، بالبروكلي، بكل الحاجات اللي فيها كالسيوم. رجالة وستات كبار وصغيرين الكل يقدر يتعامل مع هذا المنتج عادي؟ ابتداء من 13 سنة بيتعاملوا مع المنتج مفيش مشكلة. كبار السن طبعا محتاجينه جدا. أصحاب الأمراض المزمنة بقول لهم لا يتعرض إطلاقا استخدام الب مالتي فيت مع الأدوية. سكر، كل ده تمام. ضغط، كوليسترول، كل الحاجات دي أنا ما عنديش مشكلة فيها خالص. بالعكس الب مالتي فيت ممكن أقول إن هو داعم كمضاد أكسدة. الكوليسترول دي دهون ضاره في جسم اتاكسدت اتحولت لكوليسترول. انا عندي فيتامين اي داخل، او فيتامين ه بالعربي، داخل الب مالتي فيت، ده داعم كضد اكسده، ده اللي بيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره، فهو رائع.
بالنسبة لمريض السكر بدعم له جدا ألب مالتي فيت، لأن كل دكاترة الغدد الصماء أو دكاترة الجهاز الهضمي أو البطنة لو مريض سكر بيقول له بتاخد يا إما الإنسولين يا إما الأدوية المتعارف عليها، ودعم بفيتامين ب. يمكن كمان لازم أقول أن داخل ألب مالتي فيت اللي بيميزه أنا عندي كل العيلة بتاعت فيتامين ب، لأن مريض السكر محتاج الثيامين والنياسين والكوبالامين والفوليك أسيد، كل العائلة بقرص واحد من ألب مالتي فيت لامم بكل عائلة فيتامين ب، هيبقى داعم جدا للأعصاب، داعم للتمثيل الغذائي. يمكن كلنا محتاجين تمثيل غذائي، وبرجع أقول أن من غير تمثيل غذائي مفيش حياة، مفيش حياة، لأن الميتابوليزم ده مهم. الرياضيين نظامهم إيه بقى؟ هل لكونهم رياضيين ده معناها ان هم بيحتاجوا جرعات اكبر من او اكتر من غيرهم؟ لا، انا بقول هي الجرعه هي قرص واحد بس في اليوم. أوكي. ما بعد كترش. الفطار بعد الفطار الرياضيين ممكن ياخدوه كمان بعد الغداء وقبل قبل التمرين بساعه، لان هو بيعزز بدي الطاقه باور كمان. بدي باور، لان زي ما انا قلت في فيتامين بي، فيتامين بي هو اللي داعم للطاقه وداعم للباور وداعم للتركيز وداعم لاعصابهم. لو حد بيشيل وزن تقيل والاعصاب ضعيفه بتلاقي الايد بدات ترجرج، فلازم طول الوقت انهم يعرفوا يدعموا اعصابهم. طيب تعالي تعالي نرجع للاصل بقى اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو المناعه. هل في علامات معينه غير ان الواحد يلاحظ انه كل شويه بيعيا او كل شويه بيجيله دور برد، هل في اشاره ما غير دي بتقول ان انا لازم اشيك على المناعه عندي لان انا واضح ان عندي مشكله ما فيها؟ هو المناعه طريقه التشيك اب ان احنا بنعمل السي بي سي بتاعنا برضو، نتاكد من كرات الدم البيضاء انها في الريفرنس رينج. في تيست اسمه انتيجين انتي بودي تيست برضه، لكن هي مثلا لو حاجات لما بتقولي ان بيجي عدوات كتير ده نقص المناعه، ايه الحاجات التانيه اللي ممكن تؤدي الى نقص المناعه وانا مش حاسه؟ مشاكل الجهاز الهضمي عامه على طول. مشاكل الجهاز الهضمي على طول اقول انا عندي نقص في المناعه، عشان كده بنقول اللي عنده اسهال مزمن يجري على دكتور هضمي، دكتور هضم يعني جهاز هضمي. اللي عنده قيء مستمر لازم نعزز المعده بتاعتنا والامعاء بتاعتنا والميكروبيون اللي هي البكتيريا النافعه. ممكن يبقى في عرض من دول ليه علاقه بان الواحد اكل اكله مش حلوه؟ انا بقول المزمن. أوكي. يعني قعد فتره في استمرار في الاسهال، استمرار في في الترجيع او الفوميتنج او القيء، بقول دي اشاره كافيه ان في مشكله ان اكيد هيبقى عندي مشكله في المناعه، واكيد لما نسبه السكر بتعلى في الدم ده هدم للمناعه. يعني لو قسنا السكر لقيناه عالي ده اكيد يبقى عندي مشكله. طيب بعد كده غير المكملات وغير المالتي فيتامينز، هل في امور معينه من شانها ان هي تساعد في مساله تدعيم المناعه او تعزيز مناعه الجسم؟ المشي والرياضه وعدم اكل السكريات نحد منها، واللايف ستايل بتاعنا يعني يتغير. يعني ما ينفعش ان احنا نخلي الوجبه الرئيسيه الساعه 11 بالليل وننام. يعني الحاجات وشرب الميه دي ده بره بقى الفيتامينز، بس الفيتامينز اكيد اساسيه. أوكي. يعني طيب من ضمن الاسئله اللي جات لنا من المشاهدين سؤال من شادي عادل بيقول انا من وقت للتاني بحس ان جسمي مهدود ومكسر ومش قادر اعمل اي حاجه وما بكونش قبلها عامل اي مجهود يسكر، فهل في تحاليل دوريه لازم الواحد يعملها عشان يتاكد ان مناعته قويه؟ لازم نتاكد من السي بي سي اللي هو كومبليت صوره الدم الكامله ووظائف الكلى ووظائف الكبد، ولازم ادعم بالفيتامينز. طبعا بدعم جدا اي ال بي مالتي فيت المرخص اللي داعم جدا للمناعه لاحتوائه على فيتامين سي زي ما انا قلت، الزنك والنحاس والكوبالامين اللي هو فيتامين بي 12، ده بيساعد لي على انتاج كرات الدم الحمراء، فده حلو جدا للناس اللي ممكن يكون عندها نقص في الحديد او انيميا، بياخدوا الحديد ولازم ياخدوا معاه الكوبالامين لان الكوبالامين بينتج لي كرات الدم الحمراء. اوكي. السؤال اللي جاي سؤال نسائي بحت معاك. من مياده سيد بتقول رموشي بتقع كتير قوي وحواجبي خفيفه، هل ده ليه علاقه بالفيتامينز ولا لا؟ وهل الفيتامينز مفيده للشعر ولا لا؟ طبعا الفيتامينز مفيده جدا للشعر واي شعر بقى، يعني شعر الرموش وشعر الحواجب وشعر الراس. طيب من اهم الفيتامينز اللي الست محتاجاها او البنت محتاجاها في الوقت ده البيوتين اللي هو فيتامين بي 7 مهم قوي. أوكي. الفوليك اسيد مهم قوي. محتاجه جدا الزنك، محتاجه فيتامين سي لاعاده امتصاص الحديد لان ممكن كمان يبقى عندها الحديد واقع، فبرضه تتاكد ان الحديد عندها مش واقع. فانا كده محتاجه فيتامين سي، محتاجه زنك، محتاجه نحاس، محتاجه بيوتين، محتاجه فوليك اسيد. اعتقد جميعهم موجودين في اي ال بي مالتي فيت. هتاخد قرص واحد بس في اليوم بعد الفطار على كوبايه ميه كبيره.
هل بنحتاج ان احنا، هو طبعا الاكل الصحي ونمط الحياه الصحي اكيد بيوفر على الواحد متاعب كتير، بس انا بتكلم فيما يتعلق بالمناعه، هل المكملات الغذائيه والمالتي فيتامينز بالاضافه للاكل الصحي كده يبقى تمام، الواحد ضمن انه كميات الفيتامينز اللي في جسمه كافيه مع الاكل الصحي؟ طبعا مع الاكل الصحي واخدنا المكملات الغذائيه ضمن، ولازم برضو ننام كويس ونشرب ميه كويس. كل الحاجات دي برضو مع المكمل الغذائي. موضوع الميه ده بيتقال في حاجات كتير قوي يعني. طبعا الميه اساس كل حاجه حيه يا كريم، اساس كل شيء حي. الميه فالميه مهمه لكل لخلايا جلدي عشان ما عنجس، لشعري عشان ما يقعش، لدمي، لو انا ما شربتش ميه كويس الدم هيبقى تقيل شويه يعني. أوكي. يعني مش هيبقى البلاد سيركيليشن صح، او جري الدوره الدمويه مش هيبقى صح. فالميه محتاج، والكلى محتاجه عشان تتغسل الميه، فلازم نشرب ميه لازم. وهل الميه كمان ينطبق عليها نفس اللي بينطبق على معظم الامور ومطلوب فيها الاعتدال والوسطيه في تناولها، ولا بالعكس كل ما تدي للجسم ميه كل ما يبقى كويس؟ مش محتاجه اكتر من 3 لتر في اليوم يعني. يعني من الكبار دول ازازه ونص، مين بيقدر يشرب اكتر من كده؟ فده هيبقى رائع. طب بالعكس بقى اللي ما بيشربش ميه خالص زي وزي ما انا بس أنا عندي مشكله مع نفسي. المياه الغازيه انا بمثل شريحه من الناس، لما بتعطش مش اول حاجه تتبادر للذهن ان انا اشرب ميه، لا غالبا بشرب بنقولها مجازا حاجه ساقعه. كل ما بتعطش بتشرب حاجه ساقعه، ده وحش قوي. دي مشكله كبيره طبعا، انا متاكد من ده، بس عايز ابروز الواقع ده للناس اللي زي حالاتي يعني. لا انا ما بنصحش بده ابدا ابدا، ان انا اصحى من النوم الاقي نفسي عطشانه اخش افتح الثلاجه الاقي اللتر مش عارف ايه واروح شاربه. ان ده بيروي عطشي، ده ما بيرويش العطش، ده بيدمر حاجات كتير. بيدمر يعني ايه؟ طب ما تدينا فكره يعني الموضوع ده مضر اكثر. لا ما فيش حاجه بديل عن الميه ولا عصاير ولا مياه غازيه، الميه ميه، مفيش حاجه اسمها بديل للميه. كثره المياه الغازيه هتعلي لي مستوى السكر في الدم، ده رقم واحد، وتبقى عرضه لمشاكل كبيره، تعلي لي من مقاومه الانسولين، دي مشكله كبيره، وتضرب الكالسيوم بره العظم لو انا اكثرت منها. ما بقولش وقفه، بس خده باعتدال، مفيش حاجه اسمها كل ما اعطش اصل انا كل ما اعطش اشرب ميه هشرب لترين. لا طيب، برضو من الحاجات اللي عايز اسالك عليها واللي هي شويه يعني الموضوع ده خلفيته مختلفه شويه على فكره يا كريم. عايز اقول لك على حاجه، انا كنت كده يعني، انا كنت بشرب مياه غازيه رهيبه، وكنت اتخن من كده يجي، يمكن الناس اللي عارفاني من 4 سنين ولا حاجه، كنت اتخن كده 10 كيلو. الناس فاكره ان انا عملت، انا ولا عملت عمليه ولا عملت دايت، انا وقفت السكريات بس نزلت 10 كيلو. طب انا لو بالمقياس ده، هو اللي واضح ان كل واحد على حسب تكوين جسمه يعني، انا لو دي المرجعيه يبقى انا كان المفروض الكنبه دي ما تكفينيش. انت عندك سرعه الحرق عندك عاليه، احنا الرجال طبيعه جسمهم الايض عندهم عالي، السيدات الايض وسرعه السرعه بتاعتهم فبتبقى بالنسبه لهم قابليتهم للسمنه ازيد. انت عندكم عضلات، احنا عندنا دهون. أوكي. فالايض عندنا قليل. من اهم الفيتامينات اللي بتعلي لي الحرق هو فيتامين بي، فبقول للستات ان فيتامين بي موجود كمان داخل قلب مالتي فيت، ما انت كل ما انت عندك نشاط طول ما انت بتحرق. أوكي. فده رائع، قلب مالتي فيت للسيدات جدا. فعشان كده بقول نقلل السكريات، ما انت عندك المياه الغازيه مليانه سكريات. نقلل السكريات، وما بقولش امتنعوا، اشربوا براحتكم وتمتعوا، بس مش كل ما اعطش اشرب كده. كل ما اعطش اشرب ميه، ممكن اخد كان واحده في اليوم. أوكي. انا منعته. بس الناس اللي بتحبه بيبقى صعب، خارجين قاعدين في كافيه عايزين حاجه ساقعه. عايزه اراده بالظبط. طيب برضو قبل ما الوقت يسرقنا، عايز اسالك على الامور اللي انت بتشوفيها. انت عارفه احنا دايما عندنا ثقافه شعبيه كده، ان احنا حتى ساعات في بعض الاحيان بننصح بعض بادويه وكاننا دكاتره مع بعض، فاهمه ازاي؟ فايه الحاجات اللي انت شايفه ان هي خطر كلنا بنعملها بمنتهى الاعتياديه والاريحيه، في حين ان هي يعني هتقود الى امور صعبه جدا او هتؤدي الى مشاكل نتيجه فهم خاطئ؟ انا بشوف ان كل ما حد يقول لحد حاجه خد مسكن.
المسكن هو بيسكن الالم ليس علاج. شوف موضوع الالم ده جاي من ايه، يبقى لازم نروح لدكتور، الدكتور بقى يديله العلاج، وممكن وقتها عند اللزوم ياخد مسكنات. ده خطر جدا. الناس اللي بتاخد كورتيزونات عماله على بطال من غير استشاره طبيب، ده خطر جدا. فالحاجات دي كلها ما ينفعش ان احنا ننصح بيها لبعض. الادويه بتبقى تحت استشاره طبيب، ده مهم جدا. طيب برضو يعني رجوعا لمساله المبدا نفسه بتاع المكملات الغذائيه، في ناس لاسباب او لاعتبارات مختلفه ممكن تبقى بتعول اكتر على المكملات اكتر بكتير من الاكل الطبيعي. برضو الى اي درجه الموضوع ده؟ لا ما فهمتش يا كريم السؤال. يعني في ناس مثلا ظروف او وقت شغلها، طبيعه المكان اللي هي موجوده فيه ما عندهاش مساحه قوي ان هي تقعد تاكل زي البني ادمين. ايوه مثلا مهندسين بيشتغلوا في السايتس مثلا بتاعتهم في اماكن صحراويه، في طبيعه عمل للبعض من الناس مش بتخليهم يعرفوا ياكلوا زي بقيه البلد. عشان كده المكملات الغذائيه بتبقى ضروريه جدا في الحاله دي. ضروريه جدا. يعني الناس اللي طبيعه شغلهم طول الوقت بره، فلما بيجوعوا اي محل قدامهم بيجيبوا منه اكل. المكملات الغذائيه مهمه، لان هو كده ما بياخدش تيك يومي من الفيتامينات، فبعوضه بقلب مالتي فيت. مهم جدا للناس اللي طبيعه شغلهم ما بيعرفوش ياكلوا اكل صحي، لازم يعوضوا جسمهم. الجسم لا ينتج معظم الفيتامينات لا ينتجها الجسم، فمحتاجين سبلمنت من بره يعوض النقص الشديد للفيتامينز. لان برجع اقول نقص الفيتامينات هيعمل لي مشاكل لا غنى عنها، من كسل، من عدم طاقه، من خمول، مناعه قليله، نقص مناعة، السيدات الشعر يبتدي يقع، البشرة تبتدي تعجز، تجعد بدري بدري، يحصل أكسديشن. فإحنا لا غنى عن الحاجات دي. جميل، نورتينا وأسعدتينا وأفدتينا كالعادة بوجودك. بشكرك على وجودك معنا في حلقة النهاردة، نورتينا دكتورة دينا أبو سعود. وأكيد الشكر موصول ليكم مشاهدينا في كل مكان. أشوفكم على خير إن شاء الله يوم جديد وحلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي. إلى اللقاء.